بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحق بتا ونتوني زدي غطنا المزغنيني الحق بتا ونتوني زدي غطنا المزغنيني زدي غنيني. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحمد لله نشكرك أنه يجمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة مع ونضمن ونبرش إن شاء الله. هذا عدد مجلسنا كل مجلس نعز عن تموسني أربع إن شاء الله عملي بارك لقائنا. ثانيا أشكر الأستاذ ولد عمر عمر على تلبية الدعوة في مثل هذا الموضوع. حقيقة أنت موضوع نعسه موضوع ديس من الحساسية، اسمه موضوع بسي حساس إلى أنه ديك إن شاء الله نفرض ما نس سمين يلزم أن أتناقش يلزم أتنا ماشي يعني أدي توفسو يلزم النجور عن على ضوء النجور يعني سكت القناعات في هذا المجال وفيما يخص هذا الموضوع. كما كذلك نشكر باب المحل لديك الحاج عمر نعدون غير زمان يعني تويرا أربع ديك بالغفص يجي دي سلسلة مليرين. كذلك يعني دوش غلوت ملاحظات تنظيمية. أولا أتكي تلاحظون الإعلانات يتوجديس باللي الملاقات تعشيتنا عبد الله اللي تحول لقاء المكان المبارك. تحقيقة أولا نشكر تعشيتنا عبد الله اللي دارت تعشيتنا عبد الله على رأسه من الحاج عمر الشيخ صالح باي جديس الفنة الميرين يعني وشينا نغوى لابدا مزور لكن الفداني الدفاع الحمد لله يعني نحولت لقاء النغلداني. ثانيا قضية يعني تسجيل لأنه الأستاذ صافي يعني الحمد لله إن شاء الله طلع كاميرا تسجل بعد تأخذ من لي سي دي في الموضوع خاطر يعني الأستاذ ولا شرف قال الشرط 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 تقن بتقن حد يسجل هذه سجل سي وبدأ ألقنا صافي تعيدي هذه سجل هذه بدأ دي كوبا لأن الموضوع ماشي لنا ذي الحساسيات ممكن هذه توبيقن جانب هذه قيميق الجانب ومن بعد هذه التوسل هذه بدأ يعني توقع استئويلات يعني شو مني تسجيل إن شاء الله يعني ما رانش تسجيل لتنا أتنسر بها دي عاد كومبلي شي بدأ ألقتها. قضية دخ مشينا ديما نقاط تنظيمية قضية يعني الوقت إن شاء الله مش إن شاء الله كانت جم بدائيا أدي عاد نهاية لقاء تسعة أدي عاد ديس ما دوش يعني خلاصة تبزنت حول الموضوع. أسنوش الكلمة الأستاذ الفاضل الحاج عمر أغنيوش في الموضوع من بعد نرزم المجال للمناقشة. كان جم بدائيا تسعة نقدر اللقاء أدي عاد ظلت جماعة نداني باش توت يعني أدي عاد البرنامج واضح أموني فيما يخص يعني النقاط بصفة عامة.
ما رجو صافي هذا تفغ الموضوع ديريكت موضوع النغ توت بتا يعني توفيم ده تقدم مسي ربادي قبل عفوم الفريشون تصبر الفريش ناقص ولو انه محمك تعمرت قاعدت لتوكن سنتورو حالي لا ضندر اني غادي تفغ الموضوع باش كاد نربح الوقت يعني قضيته ماشي لا يعني نجو قضية النظرة الشرعية من من ممارسة السياسة لأنه كل حد يعني في يعني كامل حياته يزم أي شيء تجت يزم عادي تجت على ضوء تمسين رب العالمين خاصة ملا كنشرا عن ممارسة السياسة دي كنشرا لديس يعني تعاملات عديدة مع جهات عديدة سواء من يزمي الأمورات تضبطا مشينا نحس باللي يعني شغل الموضوع وسيتو وش الأهمية من الجانب الديني يعني الجانب بوسين ربي الأهمية اللازمة تجو جميع الجنحب يعني تجو غلبة ميدن رجلا سواء الجانبه خوفا من الوقوع في المحذور أو نوروالو سواء الجانبه يقيم ديك الفراغ دا زعلوك أي الفراغ أني بدأ يعني المجتمع يتعانى يعني يعني جراء أي الفراغ أني يتجنتين ممكن يعني لانتطاقات ما شاء الله هاتفنت يعني مهام ومسؤوليات ما شاء الله يجنت داي المجال أني لسبب أو لآخر سوالني نرقد يعني أولنا الموضوع يزم هذه توصل لطرف الضوء ثانيا المحور الثاني عند محور مشاركة المرأة القانون لانتجين باللي طمطت يعني أتعاد أوبليغاتوار في القوائم الانتخابية صافي الترشيحات أتعاد ديس طمطت يعني أوبليغاتوار تونيون قد يعني لابد أنصلت غفص الضوء إشارة باللي لقايو لا يعني لش رسول دي اللون سياسي لقاء هذي الشيء يعني الجانب السياسي نضرتس يعني من جانب الفقه جانب المسلمين رب العالمين لكن لش رسول دي اللون سياسي لقايو من أجل يعني أن أتعمل فايدة إن شاء الله نجو مثل هذا اللقاء في غرم القرارة لغير سكت 10 أيام مع الحاج عمريا يعني لقاء في المستوى ما شاء الله لنا باللي أتنكمل داني باش يعني أتعم الفايدة بصفة عامة القضية المشاركة المرأة هذه وش غديس يعني كتنوبة طبزة طبركة قضية مشاركة المرأة دي كنشرة لي يعني يتوفر ضغفنا يقع يقل جيدا دازع لكتام دين بتد يكون الحال ينتف ونتتف الحق يعني شنو نجور مع الحاج عمر في قضيه ممكن هذه تسولي كل حد قال شنو ندير معناه شنو ندير ميت نتمارس السياسه سو مني نرقد يعني من الواجب انسول بدات قارت مسلم رب العالمين داني ومن بعد يعني او نمسس يعني يتوفر ديك ان شاء الله المفروض في القوائم التوجنت اسكو نت في الانتخابات ونتيت في الانتخابات بدت يعني دميس مسنوة التاف بدت الإيجابيات بدت السلبيات بدت يعني نقاطع بدت الإيجابيات بدت السلبيات في تمدينة النغد الحوال النغ يعني بصفة عامة داني نرقد يعني نبهد مواد من القانون أنه في يعني الولاية لك على ماشين السن في ولاية غرطايا 5 المقاعد في البرلمان نشوف الانتخابات الشرعية مارو 5 المقاعد في البرلمان أو 5 يعادة تنتوغن 4 اخترتو رنين 5 سن تسن دوعاء الانتخابين تود سن زقون الانتخابين غير عن أغمال المتسكنين اسم الحضوض أيضا أو نسنو يعني ومن بعد الجين باللي في مانيلا نديس 5 لجنة يزمى تعد نسبة النساء في القوائم الانتخابية 30% تعديس 30% أي بمعنى في حالة ما إذا اكتطلع ليست سيلي يجن هذا اللي درجل في حالة ما إذا اكتطلع ليست يعني تقوات سيلي سن هذا اللي نسن يرجزن في حالة ما إذا اكتطلع ليست قوة وجرد وجرد سيلي 3 هذا اللي نسن يرجزن في 3 دعاد أوبليغاتوار طمطط ندرس الحالة يعني الحالة لك أنا العدد الأحزاب اللي أنت يعني مشاركة عدد القوائم الحرة المشاركة الوعاء الانتخابي الواني ديس نرقد يعني من المستحيلات من المستحيل يعني يقن يكتلقائمة أتسيلي 3 صافي مش كتا أتالي طمطر وكذلك من المستبعد جدا 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 يكتلقائمة أتسيلي سن في خطم يعني 5 المقاعد لا يتنافس عليها 14 حزب الحومات تقريبا العدد اللي مبسيجار مبسيدون القوائم الحرة ولو أنه مرض يعني وطنت منه أتقيم ستيني أتقيم انتد نرقد يعني الاحتمال انتخابات الاحتمال التالي طمطت احتمال منعدم توني وشيخ يعني كمعلومات خطر على ضوئها
الحاج عمر يعني أغنيوش في الموضوع ماشي غير محور أمزوار العوضة باش كتشرح كلمتها. المحور أمزوار ممارسة السياسة هل هي يعني ديك الشيء ضروري ما ديك الشيء لأن من استطاع إليه سبيله ما ديك الشيء يعني ويخسن العمل السياسي بصفة عامة باش كتنش يعني صورة واضحة ونينا نجور دي سديجور بصورة واضحة ونينا نركب تتركب بصورة واضحة. قضية مشاركة المرأة بصفة عامة وفي هذه الحالة بصفة يعني خاصة يعني ثالثا اسمها ما على ونيلا نرشح منس بالتغفص ونيلا أضي فوطة إلا يعني يعني ونيلا نرشح منس المنتخب ونيلا منتخب ونيلا أضي فوطة يعني ما له وما عليه ونيلا أدي تجي يعني حملة مغادي تزمدا باش كانت فوطة في جنحة ما له وما عليه. يعني تنو تقريب المحاور يعني الثلاثة اللي قام أسو أدي تفضل ديك حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام الحق سيدنا محمد. وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد أمشي تفضل الإخوة فيما يتعلق بربما موضوع اللقاء يتمركز حول نقطتين تنزور تتعلق بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالممارسة السياسية والعمل السياسي. النقطة الثانية هو حكم المشاركة مع الواقع إلى كان عديث مرض فيما يتعلق بالمرأة وتواجدها في القائمة الانتخابية. بالنسبة للنقطة الأولى طبعا صعدنا إلى تكييفها الشرعي يعني ما يتعلق بالعمل السياسي كهذا المصطلح. يعني ربما أحيانا المصطلحات لا تتناسب مع المفاهيم يعني أحيانا تذكين شرائط تسمى سجنيسة من تخطي المعنى إلا ربما يليق به. فهذا المصطلح السياسة لا نجد له ربما في النصوص الشرعية وجود يعني إشخاص كلمة لا نجد مثل كلمة العقيدة وتنتف في نصوص الشريعة العقيدة تسمى الإيمان لكن نتعامل مع المفاهيم أكثر من المصطلحات. صعدنا إلى نصوص القرآن الكريم نجد في الحقيقة النص القرآني الله عز وجل يريد أن توجد عصبة في الأرض تمكن لدينه والعالمين في القرآن الكريم ليس خطاب جمعي سوال خطاب أمة خطاب مجتمع. هذا المجتمع له أثر فعال في الأرض في الواقع. الله تعالى ديني الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رمز للشعائر الدينية إقامة الصلاة علاقة الإنسان بربه عز وجل إيتاء الزكاة ما يتعلق بالنظام الاجتماعي تكافل وما يتعلق بالتضامن. ثم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هنا يتعلق بمسألة أن كانت تسميت ربما السياسة لأن هذه قضية تتعلق بأن يكون الإنسان مغيرا مؤثرا في الأرض يمكن للمعروف ويغير المنكر. يجب أن يكون المسلم له أثر في هذا الواقع في هذه الحياة. أما أن يكون مسلما انسحابيا أديج بديمانس ويشتغل بالجانب التعبدي فهو لم يفقه من دين الله شيئا. ودليلنا في ذلك نماذج الأوشان أخذنا رب العالمين في القرآن الكريم وهم الأنبياء والرسل. صعدنا سنتبع عصبة الأنبياء والرسل أذن الله عز وجل قد مكن لهم يشان أغذيس نماذج مارسوا ما نسميه بالسياسة مارسوا الحكمة ومارسوا التغيير في المراكز الحساسة. من ذلك مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لأن استشهد رب العالمين أنه مكنه في أعلى منصب في الدولة وهو أن يكون وزيرا للاقتصاد بل حتى أنه طلب هذه الوزارة لما استأنس من نفسه القدرة على ذلك. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وسوف نتحدث ما استفاد العلماء من هذه الآية من شروط من يتقدم لهذه المناصب. إذن فنجد أن هذا نبي لم ينشغل بجانب العبادة يجبد ما نس يقيم طاعة مدن يدعوهم إلى الله تعالى وانتهى الأمر بل
طلب منصبا حساسا يكلم سجل منصب إلا نادي نجم هذا غير ديس حقيقة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك سيدنا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنجد أن هذا كذلك نبي من أنبياء الله تعالى، الله عز وجل يأمره أن يقيم عدلا، أن يحكم، أن يؤثر لكل له قرار في الأرض، قد يكون انسحابي، بل حتى قضية يعني القضية التي ربما تصور عليه المحراب شخصان تخاصما لخطر ينهى في تسبيحه وانزوى عن خدمة الناس ونفع الناس، فتفطن لذلك. لذلك الله عز وجل: الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لهذه المصالح المدة تحكمت وحقق العدل بين الناس، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق العدل، تحقيق العدل، وهو أن يعطى لكل ذي حق حقه وأن يحارب الظلم. فكيف نحارب الظلم إذا انسحبنا من مجالات إصدار القرار والتأثير الفعال؟ للأسف الشديد ربما بفكرة ناقصة عن هذا الدين انسحبنا من مجالات الحساسة، الدعاد من ليس أهلا لخلافة الله تعالى في الأرض يعيث في الأرض فسادا، يسن القوانين كما يشاء ويطبقها كما يشاء ويشيع الفساد، بعد أن نحوقل ونستنكر ذلك بأضعف الإيمان الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وليس المقصود بالتغيير باليد يعني سفوش تتسك حزن، وإنما أن تحدث أثر فيه، كناية يعني اليد كناية عن أن تحدث أثرا، تغير يعني تكون تثبيت لدين شرعين، هذا هو معنى اليد يعني رمز لتغييره. فإن لم تستطع فباللسان أن تقول كلمة الحق، وبعد ذلك بد تتعذر كل هذا استنكار قلبي، وذلك أضعف الإيمان وليس بعد ذلك إيمان. وللأسف ربما الكثير من الناس يفهم أن الدين هو انسحاب، وهو يعني إنسان يشتغل بعباداته يجب ديمانس ويستنكر بالقلبه وفرط فيما هو أولى وهو أوكل. والله تعالى كذلك ذكرنا في القرآن الكريم نماذج أنهم كانوا في داخل، ربما هذه نقطة أخرى يمكن حددين نعم أن غير المنكر، لكن أن عاد نشكل كيان لأنفسنا أنه وأن عاد نمس مؤسسات إلا كان خزرت ليست تقوم على أمر الله. نقول لا، الله عز وجل يشان شخصيات في القرآن الكريم تغنت أمس هذه الحكومات الفاسدة تغنت ديس، وكانوا يعني يحملون إيمانهم كما قال عن مؤمن آل فرعون: مؤمن يكتم إيمانه فصدع بكلمة الحق وهو في بلاط الملك فرعون، إن كلمة الحق وقد قتل، عفوا هذا لم يقتل يعني مكروا به، شين يعني ساعة ساعة نشي ونتيت في هذه المراكز ونتيت في هذه المناصب ديسنت سوفي جغلب ديسنت النفاق ديسنت ونتنجم الضغوطات باب سديج بديمانس، هذا في الحقيقة نظرة انسحابية سوف نحاسب عليها، لأننا تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمثل في إحقاق الحق والعدل في هذه الأرض، وهو من مقاصد هذا الدين. إذن عادي مر نجبد من لهذه المناصب أدي اسم ليس أهلا لها، إما لفساد في خلقه أو لجهل فيه وعدم الكفاءة، أكرم رقب كيف أن الحقوق تضيع. الله عز وجل مما أراده بخلقه أن سخر لهم هذا الوجود، وأراد أن يعيش الإنسان عيشة كريمة تليق بتكريمه ومكانته، بالتعذمر يوجد من يفسد هذا المقصد الإلهي، أدعى مصالح الناس لا يعدل فيها، يعني هذه أمور ربما مشخصة واقعة، يعني لا تحتاج إلى أن نجلس أمثلة لكن خزر الحياة لكن أنت عاش حديث كيف أن هناك فسادا، حتى السلطات والدولة تصرح بمثل هذه الأمور أن هناك فساد، فهذا الفساد ما سببه؟ من بين أسبابه انسحاب من هو أهل لهذه المناصب بدعوى التورع، هذا التورع البارد الذي في الحقيقة يأثم صاحبه، يعني سعادي لك نحد يوخر من مثل هذه المناصب وفيه قدرة وكفاءة على أن يمكن لدين الله تعالى وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فسوف يتحمل تبعة ذلك، لأننا خلقنا لأن نمكن لهذا الدين، ونتوخرخ بشكل نقيم أنظم نجبد إيماننا نجل منكر الجور في هذه الأرض، هذه لا تتناسب مع القرآن الكريم أبدا. فأن في القرآن الكريم رب العالمين بعث أنبياء يقودون الأمة ويمكنون لدينه، بل حتى في القيادات العسكرية، ولنا كذلك في سيدنا طالوت، الله عز وجل يتكلم في القرآن الكريم في حق بني إسرائيل قالوا لنبي الله وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، على سنين إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني حتى القيادة والله عز وجل هو الذي يتولى تنصيبه. هذا الإمار المسلم الذي يحمل عقيدة الإيمان والذي يتقي الله تعالى ينسحب من هذه المناصب ومن هذه المواقع الحساسة التي تصدر فيها القرارات ويمكن أن يغير بيده هذا المنكر أو بلسانه أدج بدعوى التورع البارد. فهذا في الحقيقة سوء فهم لهذا الدين وانسحاب وانهزام. والله عز وجل في القرآن الكريم كم من آية تحدث عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التتجيم ما الذي تمتازون به؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا بعد ذلك؟ هذا ما تمتازون به، ما يميزكم عن غير الأمم الأخرى أنكم أمة تغير هذا الوجود، تغير هذه الأرض، وتغير طبيعة الناس إلى أن يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. يعني ما امتازت به الأمة الإسلامية هو هذا. لتيمر نجبد من نغبي دعوة، يعني الخوف تقضي، فالله عز وجل سوف يخذلنا وقد خذلنا والعياذ بالله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتقى الله كفاه الناس، ومن اتقى الناس سلط الله عليه الناس وخذله. وواقعنا يشهد على ذلك، نخزر منكرات، نخزر ولدينا بذيل. يعني لغنى غين لنجناخ دوائلنا رحمهم الله تعالى من مشاريع حضارية، مجتمع جمعوا بين الدين، فهموا عمق الدين، فهم الدين قد ما شيجوا، لكن انسحبنا. أدى الأمر بذلك إلى أننا شوهنا حتى ثورتنا الحضارية، يدي الدين النغدانية جنتي ديمزورنا، ونحن على غير مسارهم. فأسجل هنا نقطة أن ما يمتاز به مذهبنا الإباضي يمتاز بعقيدته وبمجاله ونشاطه السياسي. هذا ما يمتاز به المذهب الإباضي، فهي حركة أو مذهب له عقيدة قرآنية متميزة عن غيرهم من المسلمين، ولهم نشاط سياسي متميز. غيرهم ربما انشغل بالجانب الفقهي، يجبد من اسم المجال السياسة، وبعضهم اشتغل بالسياسة لكن شوه العقيدة. لكن هذا المذهب نقولها كلمة شهادة لله تعالى أنه تميز بعقيدته القرآنية الحقة، ولمن أراد فليعد إلى مضان ذلك. تميزوا بالعقيدة القرآنية وتميزوا بالنشاط السياسي، لأن السياسة تعتبر تغييرا للمنكر وأمرا بالمعروف وتحقيقا للعدل. فالدين يعني ما الذي يذكره العلماء أن على من يحكم ويتولى أمور المسلمين عليه أن يقوم بأمرين: أن يحفظ الدين على الناس، أن يحفظ الدين نسن، وأن كذلك يسوس دنياهم. يعني أسني سجر دنيا نسن وفق المصالح الشرعية. بالتأمر يعني هذه أمور تكاد تكون بديهية إلى أبعد حد، وإنما ربما لأنه اختلطت علينا الأمور وخشينا الناس، ونتكلم يعني أنفغ من هذه الدنيا بدون أن نجاهد، بدون أن نكافح. والله تعالى قد ضرب لنا في القرآن الكريم نماذج لناس، لنماذج إيمانية كافحوا في إحقاق الحق. بدأ يتكلم بقن حتى شيني شو قد عقل ديني، يعني أفتنوا في ديني وتنجمة أن غض مكرن دجي. وهل تريد أن تدخل الجنة بدون أن تكون مجاهدا؟ أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني نتكلم بالتنوي بالسيبر ده نجبد. نعم هذه مواقع حساسة فتنة، يعني محك الإيمان، وإن المؤمن حقيقة تبان ديني يحافظ على إيمانه وعلى عقيدته ويدافع على الحق وإحقاقه في أرض الواقع. خطد أني لنا نجبد ما أسهل نجبد إن حدي الهاجر نحن تستمجديد ما أسهل ذلك، ما أسهل ذلك. لكن المؤمن الحق الذي يكافح من أجل إقامة هذا الدين، يعني الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا القرآن الكريم مليء بهذه النماذج، لأن الشنخ رب العالمين كانوا فعالين في واقعهم، يعني حتى أنهم يقدمون خدمة. فهذا سليمان عليه السلام جيت رب العالمين دقن حديدا يقود أمة، وكان يحرص على مصلحة الرعية، وهذا داود عليه السلام، وهذا يوسف عليه السلام، بل حتى موسى عليه السلام نشاط سياسي أصلا، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، ينقذ قومه من الاستبداد. يعني هذه عملية سياسية، رغم أن بني إسرائيل يستغلون يمسل من الأمون يستغل معاسن، دليل على ذلك بعد شق البحر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني كان يريد أن الله تعالى يريد أن يتحقق العدل في الأرض بغض النظر عن المظلوم من هو والظالم من هو. العدل في حد ذاته هذه الحقيقة يريد الله تعالى أن تكون في الأرض، هي من مقاصد هذا الدين. باتخذلنا هذه القضية فكيف ينصرنا الله تعالى؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جندان من جنود الله تعالى. من نصرهما نصره الله، ومن خذلهما خذله الله.
بالطيمرشين ننسحب من هذه الممارسات اللي انخزرت يعني ربما كتنظيم موجود في هذه الدولة التي نعيش فيها، لكي هي أبواب ومجالات مفتوحة بشكل نستطيع أن نغير من خلالها نجبة السيسن، فنكون قد خذلنا هذان الجندان أو هذين الجندين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فللأسف يعني أيها الإخوة يعني ربما نقولها والقلب يتقطع أسفا وأسى حقيقة، بعد يغلب عن واجبنا الشرعي كأمة للجل مجال يغلب. وأعطي مثالا بسيط دائما أذكره، البنوك اللي أنت موجودة في منطقتنا أو ربما على الأقل نخزر بأيدي من يسيرها؟ يسيرها أبناء مجتمعنا ومواقع حساسة أخرى تربوية ومتخذات قرار تتعلق بإحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سحبنا منها. يعني هل أنت كان مجتمع رباني؟ هل أنت كان مجتمع قرآني؟ أين نحن من هذا الواقع؟ نعم هذا الكلام ربما صعب، لكن حسبنا أن نقول كلمة الحق ولا يهم ما سوف يحصل بعد ذلك. إذن أيها الإخوة نحتاج إلى نظرة أخرى، يعني يجب يعني أن نتوعى سياسيا، يعني ننفق بس نخزر ما يجب علينا، خلقنا للآخرة ولم نخلق للدنيا. لتلعدمر ننسحب نتقد، طبعا القضية لا تتوقف عندما ننسحب، أكيد الأمور سوف تسير. أديالي وغدا لنا شف الصلق نجي تماشي يخسختني استنكر بقلبك من بعد التدفل مارو في ترقيعات، يعني بتغن نج ما نشغل نفكر ما نشغل نج خطر سنوا علينا قانونها بتغن جهته الدولة هاتوا وشت البحر سهراتها وغسينيني ولم يتخمر. هذه كلمات انهزامية انبطاحية ليست من الإسلام في شيء. المؤمن يقول كلمة الحق فعال يغير المنكر بيده، فإن تعذر فبلسانه وآخرها بقلبه. أما دعاء من ننسحب بدعوة يعني امتد في هذه المواقع، الله عز وجل سوف يخذلنا وقد خذلنا كمرقب الواقع الذي نعيشه، مزقة فرقة فتنة في الدين. يعني الواقع نغلى واضح، يعني حتى لا نشخصه أكثر لكي لا نزرع اليأس، لكن الأمل دائما قائم. لكن نريد أن ننظر إلى روح القرآن الكريم ونتبه من القرآن الكريم التدبر في الشمس تالي توطى فقط، كذلك نتدبر آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آيات التمكين، آيات التي يأمر الله عز وجل فيها في أن نكون خلفاء له في الأرض، نحق الحق ونبطل الباطل، أن نخزر كذلك كله قرآن وننظر في قصص الأنبياء كيف ساروا وغيروا هذه الأرض وكافحوا من أجل ذلك، من أجل إعلاء كلمة الله. أما العدمر نتبي من القرآن شيء ونترك شيئا، فنكون قد أسأنا فهم القرآن ولم نميز بين مقاصده ووسائله. فللقرآن مقاصد يسد حتى يحقق أهداف كبرى وغايات عالية شريفة يجب أن ننتبه إليها، منها إحقاق العدل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة الناس إلى هذا الدين. وأين نحن من هذه الدعوة؟ حتى لو أخذنا هذا الموضوع نبعث السيسي ولبقى نلها في تجارتنا ننهاي أمورنا، لكن أين نحن من دعوة الناس إلى الحق وندعي أن الحق معنا وأننا مجتمع فقه القرآن وطبقه في الواقع؟ لكن أين الدعوة؟ كذلك ادخصنا في الفكرة في حين أننا ننتمي إلى أهل الدعوة والاستقامة. إذن الأمر يحتاج إلى مراجعة جذرية، فمذهبنا هو مذهب سياسي تميز في مجاله السياسي وبحنكته وبخبرته في هذا وبعقيدته. لذلك أيها الإخوة أرى أن العمل السياسي يعتبر ضرورة وواجبا شرعيا على من له قدرة على ذلك. كلنا دين جميشوس رب العالمين قدرة على أن السمنش قد يفاوض، السمنش قد يغير، يعني السمنش قد أديناجر في تلك المواقع على أساس الإيمان والعقيدة، فهذا يتوجب عليه أن يقوم بذلك الواجب. أما النجبة قاع أن لها يعني في خطين شرع يجن، فهذا مساعدة للظالم على ظلمه وخذل للعدل وللحق ولجنود الله تعالى وللجندان الذي ذكرتهما سابقا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فنجد في القرآن الكريم نهاية لهذه النقطة أن الله عز وجل ذكر لنا في سيرة الأنبياء والصالحين أن لهم ممارسة سياسية، ممارسة في الحكم في التغيير، تغنتني سجور الأمور، تغنتني إما لن في أعلى منصب لغنى نمس، أما أن نسكت عن المنكر سيب سمني. قد ذكر الله تعالى ذلك عن بني إسرائيل والقصة معروفة في أصحاب السبت، إني لن سسمن الله تعالى عاقبهم، لكن الذين غيروا المنكر قومن سلوجبن سن الله عز وجل نجاهم، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. إذن فأسسم دجا مني قاعد شتك قال دول تفاز ذا قال كذا كذا، لكن أين أنت يا أخي؟ من التغل بهت عاد الدنيا هميتش بدل بتش جيني كليلو تعيد الدنيا نغت تزد وغاد عاد الدنيا أليق وأكفر.
تقيم دمار وتقار يعني تشتكي، هذا في الحقيقة قلت ليس من الدين في شيء، يجب أن ننتبه لذلك. فيتوجب علينا أن نقوم بهذه العملية بوازع أو بخلفية إيمانية، هذه ربما تسمى السياسة، يجب أن ننطلق فيه بمنطلق إيماني، وهذا سغني ثلاثاني شهر من ذلك. فليتق الله تعالى الذين يرشحون أو يقدمون أنفسهم، إما تقدمن قد قدمن منس، أن يتقوا الله تعالى. قضية ليست قضية مناصب وقضية يعني مكاسب ومغانم، هي قضية كفاءة وأمانة وصدق. من هنا العلماء استفادوا من نصوص القرآن إني حفيظ عليم، حفيظ يعني الأمانة، عاد جن حد إلا مؤتمن فيما وكل به، سواء كان ماليا أو جلمت سكتق، يجب أن يكون أمينا وعليم، أن يكون يعلم كيف ذلك، لا يكون جاهلا لا خبرة له ولا قدرة، من يكون حفيظ الصدق والأمانة وأن يكون عليما. كما كان ذلك أيضا كما ذكر الله تعالى عن سيدنا طالوت، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم، العلم والجسم، قال حد الذين جم وتعيد قال حد يعني قال قدم أو السياسة والندس. الله أكبر. إذن ربما كنت في نقطة المتعلقة به، وإن لن يتقدم لمثل هذه المناصب أو يقدم، يجب أن يتقي الله تعالى. استشرت الطوينس أنه مسؤول وأنه مؤتمن، فليتق الله تعالى في هذه المسؤولية، وليست مغنم خاتي لا يزول الجنجرة لجن مكسب إلى يعني أدي خدم سيس الدنيا تس. فليتق الله تعالى هؤلاء، ويجب أن يعلموا أنه ممن تبس تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله، من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه. يعني وني لن توج مسؤولية قلمي تنجري فاسنس بهاسني رع أصلاح نسن يخذلتا إلها يمنس وخانه. فلا بد أن ينتبه هؤلاء وأن يتقوا الله تعالى. وأدرك بن جهرس ديمانسن هل حقيقة أن ندي باب من هذه المسؤولية نغوه أدنج من نغوه إني حفيظ عليهم، فليعلموا هل فيهم هذا أم لا. ثم من يقدم كذلك عليه أن يتقي الله تعالى. قضية ليست مكسب سياسي نضيق نواغص الخاطر، قضية لا بد أن نعلم أنها إحقاق للحق وتمكين لدين الله تعالى. ما أمكن دين الجنحد أن بدك تحلق بعيد سوال نبت مرن الدولة الإسلامية، لا. وقلت مؤمن آل فرعون كان في بلاط فرعون استغميت للدولة لشلد الحيد، لكن كان يقوم بواجبه فيه. مؤمن آل ياسين مكروا به، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لرب سنت كردنت، لكن قال كلمة الحق. أتكون في مركز القرار فتكون كلمة الحق، يعني من يتلي قم بواجبك، ليس بالضرورة يعني مرحلة التمكين، من يتلي إذا تخدمت الدين رب العالمين أن يتنجم أكيد يعني قن حدديني المجتمع دولتي حسن ما نغس تبديت مناصر لا سغط تغير شرائك ترد شرائك فقد قمت بواجبك، يعني قم سوى أنه غد تنجم يعني أولي تعيدي قن حد ينسحب التويل بلس باليوج شمولي تيزنقا عن سبيد الدولت، لا. الله تعالى يختبرك فيما أنت فيه، يعني مسؤوليتي تلفوسك أجل وجبت. إذن فليتق الله تعالى هؤلاء، فأسن بالنقدم إلى مناصب بت ولن أهل لها فهم في النار، بت هم أهل لها وتأخروهم في النار كذلك. فليتق الله تعالى في تقدمهم. ثم من يرشح وقد قدم غديد الزحد نجس دعاية حد، يتق الله تعالى، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل جنشا بين يدي الله تعالى ازداد التسول عن كل كلمة قالها بل عن كل شيء اختلج في نفسه. هذه السيمانس جاري فاسم رب العالمين زي غادي حضرين دعاية تنين ويولي يتغاري تنين لأنه بشي أني قاعد يحضر ويحاسب على ذلك. هل أنت تتجيب لله عز وجل نغجت لأمر دنيوي لأغراض دنيوية دنيئة هذه تحاسب لذلك. فلنتق الله تعالى ولا نقدم المتردية والنطيحة يعني لن دراش يد قد قاد سياسة وبرك خاطئ مسألة الدين، لا. الدين كله جاء لأجل إقامة هذا الدين في الأرض، والجوسي بشك هذه توحصرتي مجددي وين نغذقهم السيرات والتقاليد، جاء ليتمكن حتى يأخذ بزمام الأمور لطف المراكز الحساسة في الحياة لزمادي السجور الأمور. هذه الانتكاسة وللأسف الشديدة كانت عاشت حتى في المستوى العالمي، يمسل من جبتنا كم ترك من كيف الكفرة تسلط علينا. والله تعالى إننا المؤمنون بعضهم أولياء وبعض الشيء اللي تنبت نستعمل غل ولا يد البراءة، وهي ليست في هذا السياق.
مع احترامنا لمن كل من استدل بها هي ليست في هذا السياق. تسي في قضية الولاية القلبية، تسي في قضية تولي الأمور، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أن يتولى مصالح المؤمنين المؤمنون هم الذين يتولون أمورهم. تسي في سياق الود القلبي والولاية والبراءة التي نعرفها من أصول مذهبنا، الأدلة أخرى تدل على ذلك، كما هذه الآية فهي في سياق تولي مصالح المسلمين. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بتا مصالح نمسل من وتعادن نفسني مسل من المؤمنين، ليس حتى فقط موحدا المؤمنين، يجب أن نضبط هذا المصطلح، الذين يتقون الله تعالى وموفون بدينهم. المؤمن الأصل المصالح هو تعادن في فسن المؤمن وتعادن في فسن غيره، حتى لا يعبث به، حتى لا يفتنه في الدين. حتى كلمة الفتنة في الدين ربما تنفهم، الفتنة أشد من القتل. هذه الآية نوظفها في غير موضعها، تأوي الفتنة دي من غانتها. النص القرآني خلاف ذلك، تأملوه واذهبوا وعودوا إليه سوى. الفتنة في الدين أشد من القتل، بمعنى دم تنمدا ولا تفتنا في دينهم، هكذا سياق الآية وعودوا إليها. الفتنة أشد من القتل بهذا المعنى، يعني الله عز وجل لا يريد أن يتضرر المسلم المؤمن في دينه، اللهم دمت ولا يضرت الدين، هذا هو سياق الآية. مش استعمالي العكس، ومن جمن الجمن اللي عدت تتمت نولت من غن، حتى يعني بدعوى الفتنة ففتن الناس في دينه. ما كم ترقب بمارو على المستوى الوطني كيف هو التشريعات وكيف هو النظام، خطر نمي المؤمنون انسحبوا من المجالات الحساسة وتركوا الساحة لمن يعني لا يليق بها أو ربما ليس كفأ لها احتراما له والنينيا. فكان خزر كيف تضرر الناس، كم ترقب مواقع يعني الدي عاد أولس الإسلامي دول ديك نشغى لاش سيولس تدارت سيولس لبهي سيولس وفغج الإضراب مسحن سيول نهيا عن الممكن غن سيول لأجل الدين يدول ديك نشغى وللي البال قاع وللي البال. حتى مسألة فلسطين القدس وكلي البال لاش يا قاعد ديك نشغى لنقا، غيبت الحقائق الكبرى من نفوسنا. لا تحت سجنه اللي تكلب أن تكون هناك خلافة وإمامة إسلامية زواني بسيونس البال قاع. قال كان تفكر يا استدارت، قال الحقوق المدنية ميعوا لنا ديننا وأصبحنا نعيش في فخ نضد في فخ نرول عن مقاصد هذا الدين، عن نتعشى في الأمور الدنيوية. إذن فأعود إلى النقطة التي كنت بها، فليتق الله تعالى كل من كان سببا في ترشيح شخصه أو الدعاية له. هذه يقول رب العالمين يخزر، هل أنت جراز رب العالمين اللي يتقدم وغدلقني مسلما نغلي يتقدم وبرك، نتق الله تعالى في ذلك. إذن فالمسألة في غاية الخطورة والحساسية، أن نتحملها بمسؤولية وجدية لأنها من مقاصد هذا الدين. وكلي ديك نشرة ثانوي فرعي نعم مسألة اجتهادية ديك نشرة من فقهيات دي صندوق، هي من مقاصد هذا الدين وهو التمكين لهذا الدين، أمر بالمعروف النهي عن المنكر. إذا ما دي تقدم غلديس من هو أهل لذلك، كل جن ساهم في هذا يضع يده على صدره يخزر ننتي ذات ليجوني جراز رب العالمين من غير ليد الزابر كنا غباب سادي الجام وخلاص المهمة عادي انتخب المهمة دي فخصون إشكالي. لا، أنت مسؤول بين يدي الله تعالى مسؤول. وللأسف يعني أذكر ربما واقعة يجن يذكر في انتخاب من الانتخابات يخزر في هذه القوائم الانتخابية يخزر يجن ربما قعمت نتقل نغرس إن شزوة صدقاء انتخب خصوني تلقي سادي الشفقوس. فليعلم أنه بين يدي الله تعالى هو المسؤول عن هذا الصوت. تغسط شيكين حد هو أهل لذلك، أن ربما لو شيكين حد ليس أهل جاري فسن رب العالمين سوف يسأل. ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد، يعني لابد أن نتق الله تعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الإخوة تبي مسألة من يبرك ذلك نشران لشخص العلاقة مع الدين، بل هو من صميم الدين، من مقاصد هذا الدين، من مقاصد هذا الدين أن نقدم من هو كفء لذلك وأن نحاسبه. نقطة أخرى لم أتقدم إليها وسيلة يتقدم ربي دلوك يلسبت يخوننا، فليتق الله تعالى يعني أن دي الضمان إلى نغرنا، ويجب أن يراقب ويحاسب. ولي يوليد الناس يعني دي قشر إلى شخصي الناس قدموه مدلنا نشي ناس بسبب الناس تقدم يوض إلى ذلك المنصب، فليتق الله تعالى لهم الحق أن يحاسبوه ويراقبوه بتا يخوني تنفغس نبريد. فالله عز وجل الذي يقول الحق ليس لهم الحق سوك لنا رب العالمين إلا خطر خدعتني خوني. لهذا يجب سغل سنمد نموني كل قبل ما يقدم الخطوط سيحسب ألف حساب، هذه السنب للأمر واللي ضرر سغل يزوع إلى تلك المناصب الخطيرة والحساس. إذن فأيها الإخوة أرجو أن نأخذ المسألة بجد وأن نساهم في مثل هذه العمليات لن تسمى السياسة، لكن في العرف القرآني تعتبر تمكين لدين الله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تحقيق للعدل. يعني لأن القرآن نزل من أجله، وضع الله عز وجل الميزان. ما هو الميزان؟ العدل والقسط.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان. الكتاب يسد الوحي ما إلا الميزان هو العدل هو القسط. القسط يعني ووضع الميزان يعني القسط والعدل. الله عز وجل لا يقبل الظلم ولو على كافر لا يحكم بالظلم. في آيات كثيرة العدل في ذاته مطلوب مقصد إلهي. العدل في ذاته أعود للنقطة الأولى حتى ترتكز في الأذهان جيدا. العدل إيمان سيوتي رب العالمين حتى مع الكافر. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعدل اعدلوا. العدل ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. العدل مطلب إلهي كشرين مقدس سلسلة رب العالمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجكم من دياركم وأموالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم وتقسطوا إليهم القسط والعدل كشرين الواجب. إذن وغدا لنتخر إياه وإياه هذا زواء الدفع استعرقت. ليس هذا من الدين. فليدافع عن الحق ولا تدخلت زواجنا يعني عصبية أن تصبح ضد الدين ضمزة. الدين دين الله عز وجل شرسله ليس عصبية هي أمور أرفع أسمى ما إلا الحق الدفع راس. إذن فنريد من هذا المجتمع أن يقدم مرشحين ربانيين يمكنون لهذا الدين. خاطي الوسيلة دي قد عمل لمنا كرقد عمد السادس السوسو أن غادي الجمال يغير يقل منكر دي وتنح شي مهم رقب يميت لا توتك توتك أبدا. دين الله عز وجل بتتوت تختار الدين سي بس ولا خصش نفع عن الآخر كلبس الحق العدل ماني التي جور. إذن فأرجو أن نأخذ القضية بهذا يعني لهذا المنظور. والتأخر وأجبد سيسنت في الحقيقة يعتبر خذلان يعني دخل الدين رب العالمين. ومن خذل جنود الله تعالى خذله الله تعالى. ونسأل الله تعالى الذي فرجت الأمة النغلة كان يعني نعيش حالة مرضية يعني نقولها لسنا نخطط لك أن توجد في المجال الاقتصادي لاشت لدينا أي مشاريع ولا مخططات. في مجال المرأة وتحدياتها لاش. في الميدان التربوي لشلاد الحيد كان نبعد حقيقة نبعد. وندعي أننا أمة ندعي أننا أمة مصح نتعشس وين يجي الجدود. لكن ماذا لنا تعشست مالف تطوري إلا نغرنا مصح. ماذا لنا في هذه التحديات كنت خزر من الواقع عنا كنت خزر مؤسسات نقولها بمرارة ويستسمحوني الإخوة مؤسسات ضعيفة هشة مدا جمضا في فتواهم جمضا في قراراتهم السياسية جمضا في مخططاتهم الاقتصادية جمضا في التحديات الكبرى كعن جمض. وندعي أننا أمة تبنيت العراس تبنيت في بعض المشاريع يعني تبنيت ديسن ولله الحمد. لكن ليس هو في الحقيقة المستوى الذي يجب أن تكون عليه الأمة إلا أن هي أمة حضارة أمة دين يعني ترفع لواء هذا الدين وهذا المذهب. نبعد يغرب يعني ونتهفي ما نغي يعني الواقع النغي بعد. ليست لدينا حتى مخططات استراتيجية. كل حد دو الناس تبني مبادرات فردية كل حد ماني يبني يزدك نشرى ليتجه. أين نحن أين التعاون يعني لن يمرض رب العالمين أين تنسيق الجهود. كانت عاش حالة مرضية نسأل الله تعالى إلا أن يجبر الليل ونتقي الله تعالى أن نكون سببا كذلك في زيادة مرض هذه الأمة. متعيدين في تندخل الأمة تبدأ مرض خط عدد السبب إلا يعني لصراع في الأمة. أن عاش بجال تفتف على جال قضية وقضية ابن اغتام جديدة على جال قضية قضية نشي وبتمليقر معاوني يعني في الحقيقة واقع مريرة كانت عاشت. وندعي أننا أمة نحن أبعد ما نكون عن الأمة القرآنية قسمنا مع غيرنا. لكن ليس هذا هو شأن المؤمن. المؤمن أن يقسمان سويني لا يخسر رب العالمين خاطي سويني لا ندي سميتم. إذن فأرجو إلى الإخوة أن ننتبه كذلك لكل من هو مسؤول في مجال من المجالات خلاف سياسته خلاف عمليته أن فكر ديس بجد. حتى مؤسستنا مريضة فلنسهم بالنصح يعني نقدم كلمة النصح لمسؤولين لأولي الأمر اللي يعني تولوا أمور ديننا. بس نقدم كلمة النصح قيمين السوال سبعين بتاو النجم هذاك حزن الجنو غادك حزن بتاو النجم غفلا فليقدم لهم النصح وبتاو النجم يقدم لهم العون. أما الحالة كان ضيس حقيقة يعني لا تبشر بخير. تحديات كثيرة والمؤسسات لها أسماؤها لكن في الواقع لا فعالية. والواقع يشهد والواقع يشهد يعني واللي تضخم هذه قنشرة أنه ربما تروج راسي قنشرة وإنما واقع تستحتنيني. لكن الزمن عاد صراحة مع أنفسنا نحن في حالة مرضية. فأيها الإخوة المؤمنون كل يجب عليه أن يسعى إلى ما فيه مرضات الله عز وجل وفيه الصالح العام طبعا بالحكمة بالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة. أما الفوضى يعني إني لن يتعلق بإفساد يعني واقع الناس وفتنة الناس هذا ليس طبعا من شأن المسلمين في شيء. أما نسوس نسوحاتي لك ناضيس
فنتقي الله تعالى سوف نسأل عن ذلك في اليوم الآخر. أتجه مباشرة إلى النقطة الثانية من الموضوع المتعلقة بمسألة المرأة والتي ربما تعتبر كذلك ذات بال في الموضوع. في الحقيقة هذه القضية يعني صارت نس في تكييفها الشرعي غنى في المنظور الشرعي أمران اثنان في موضوع الحرام أو الممنوع. هناك ما هو حرام لذاته، يعني كنشرع يحرمت رب العالمين إيمانس كفعل في ذاته، إنني لا نلت يحرم لذاته وإنما يحرم لما يؤدي إليه على خطر التاوي إلى حرام. التخاطي ذا حرام إيمانس ولكن التاوي إلى ما هو محرم، فالزنا حرام مثلا في ذاته حرام، لكن الله تعالى إنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل أسب آلهة الشرك ذا حرام؟ قلنا حدا دي سب اللات نار العزة نار هذا حرام، هذا ليس بحرام في ذاته، لكن إن هاتنا رب العالمين عن ذلك في تلك الظروف على خاطر صغت سب آلهة الشرك التسردت الفعل تسب رب العالمين. إذن إن هاتنا لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، هذا ما يسميه العلماء بالحرام لغيره، يعني خطي يحرم النتة وإنما يحرم نظرا إلى ما يؤدي إليه من نتيجة. بالنسبة لعمل المرأة في السياسة ربما نظرا للوقت سقط الناس في الحقيقة هذه القضية، يعني المرأة أن تساهل في مثل هذه الأمور لا نجد نصا ينهى عن ذلك، وديننا نحن متعبدون بالتقيد بالنصوص الشرعية التويس بجنان غندو إلى وحي الله تعالى. لذلك الله عز وجل تغنينا في مسألة الطاعة، اطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لجي أولي الأمر. في حالة التنازع قاعدة تلفان غندول إيه الوحي العصمة لديني، أما الإنسان غير معصوم يمكن أن يخطئ. إذا صعد ناس إلى مثل هذه هذه القضية، قضية المرأة أو السياسة أو مساهمة في هذا المجال خطرنا، ولا تسمية السياسة بس تخدم أخذ ناس في هذا الموضوع. حد نقى في القرآن الكريم ذكر الله تعالى عن ملكة سبا أنها تقود أمة، يعني السجر قاعد لهم سنتها تقودت، بل ذكرها بالخير الله عز وجل. يعني بين هذا القرآن الكريم أنه نتن بنوقف ربما ليس حكيما، يعني تون عولا سلحر نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، بل نتبين نزبل لك أن هذا حمسوها على قضية القتال، لكن انتهى لرأيها الحكيم تن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، والله تعالى يعقب على ما ذهب إليه أغلب المفسرين وكذلك يفعلون. يعني رب العالمين سنيس ويولس وكذلك يعني وتغلت ستنول واتخذت موقفا حكيما هذه المرة، انتهت كنت السبب لهم سعادت من الشرك إلى الإيمان استوعبت أن تفوت سبحان عبد رب العالمين. فطبعا برأيها الحكيم تويت كل في الإسلام كنت في هذا، يدل على أن هذه المرأة كان لها رأي، يعني رب العالمين ولم يعيبها بشيء. وليذكر يعني عبد تفويت خطر جن تمطوطنا تمطوط قاعد سواغيتنا لم يذكر هذا النص القرآني، وليمكن استخفى رب العالمين تعالى عن ذلك. إذن في المسألة ليست مسألة مرأة أن تساهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني بين في واقع من الواقع وهي معروفة في السيرة النبوية مسألة صلح الحديبية ستو يا خلاص وتنجم ندفن إلى مكة يلزم تفك الإحرام من سن يمرت من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كادت فتنة، يعني كان شرعي صعب التخصيص موقع خطير جدا الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر الحال وسوغي ناول إن يسن حلقة تسم الإحرام ومتغر السمية وسوغي ناول لشهول ونجم نادت جناموري وفي ذلك ما فيه يعني غيظا من الرسول صلى الله عليه وسلم. تم تطس انتهى أشارت إليه برأي حكيم ناس ولاد الحي تحفف تغر السداش خزرنا اتبع ناد الحي وفعلا تطفيكت الفتنة عنهم تغوك نادي غضب التغى تغير نولس دعوة يعني دعوة يعني شر سوف تتبعها، لكن أنقذت هذه الأمة، يعني كان موقف. وهذا نس إلى مذهبنا بمثال مثال يعني من أمة سابقة من أمة محمد أمثلة كثيرة أزوغ إلى مذهبنا كذلك كانت فيه لندرس يعني تاريخ المذهب تكدس تجدنا يعني تغنت حقيقة قرحات منهم البلجاء معروفة إلا يعني توانغت وصلبت ويعني مثل بها في ساحة عمومية خاطر تبدأ السلطة الجائرة الأمويين تبدأ تنقرتنا وهي امرأة. يعني قضية المرأة في هذا المجال هو المسألة تنطل وإنما مسألة الظروف الظروف. لذلك يعني بالنسبة لما نحن عليه يبدو الله أعلم أنه تمطط بهالتالي إلى هذه المجالس لكن شغيلا فيه مجازفة ومخاطرة على أمر دينها بالتغط تجديني، فلا نغامر بامرأة أتنسلت ست في هذه المناصب ولنتقي الله إلا وسي قرد نبي صغير هنا يسجل هذه النقطة. هل شرف غيرة للي مثل مطالب به؟ هذا يدل على أننا لا نتحكم إلى الشرع كلا هانشون تيوي تقرسن تنوي يكتب له
بت تمطط قعد تيلي غلدني قعد تمطط وشي لا تكون سببا في هذا فاتق الله تعالى الشيء الاخر تكون تفسق نوت فغبريت شتي تسيوط تدني فايا كانت بت تمطط التالي التالي والتالي والتالي وما اقتنع به واسال الله تعالى ان يكون موفقا انه التالي الى هذه المناصب امر محرم فيه مجازفه لكان سنبت هذا البرلمان كان سنبت هذا المناصب الاغراءات اللانديس ثم بتغتج تمطط تطوطي نسني ورجس رباش وش لهنا أمر خطير جدا المرأة ضعيفة لذلك في الفقه الإسلامي تمطط وسمتش الحكم الدقلة ولم تجاره غرس لا تكون قاضية ولا تكون أميرة للمؤمنين أو لم تجاره تمطط تعاد شاهدة اذكرت رب العالمين تكون شاهدة يمكن أن تكون في ذلك يعني يمكن أن تكون لغنى دولة ننتيد مش لغنى تمسيري أنت يقررون يعني يستشارون يعني وإنما قضية الجو جو موضوع نقوله تقمش رأي الله وليمكن أن غامر سكت التمططات تنجليني خاطر مغريات كثيرة ذيك الواقع ديني ذيك نشرة خلافة إرجازنا كانت نقردان نقر لا يعود إن شاء الله تخضر رب العالمين من يكون أهلا لذلك تمطط لا نغامر بها ما أراه أنه بالتنسن تمطط أتنصي وضجناني وأغني لي وأغني لي لذلك الإخوة بناء على فقه الواقع سولني قال هل يمكن كذا نصي ودي بت التالي وليمكن لا نتخل لا نكون سببا في هذا خطر الدين مواقع موبوءة ونتجي ممكن حدا ديها في منسى ديني هذه يمكن التالية تنشرها ثم بتغط الجيني العمل البرلمانية هذا عمل تكتلات يعني عمل حزاب عمل ماذا بنا دير جزنة تكون ديني وكذلك نسأل الله تعالى لأن يثبته أما نغمر سيكت مططفة أنني لا المعطيات الموجودة كما ذكر الأخ خمار يكاد يستحيل أنه يتعذر إتلى التالية تمطط الدين وإنما تنجي القائمة من باب التوقف القائمة كحيلة فقط إذا كان من هذا الباب لا إشكال يعني. على أساس أنه التالي بدت التالي وأغني لي بدت وجك حيلة يعني اسم صبرك الدفاع ديني لا إشكال بدت الاسم يعني بشكل قائم توتالي دالين دي زير جازم انتهى غير يعني الاسم لا إشكال في هذا والله أعلم أما بهت نسيلي فلنتقي الله تعالى ثم أذكر وأعلق على من قال وليتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى وإن كان شو السيلي يعطيك ورسان تمسحنج غيرنا فليتقوا الله تعالى في ذلك تيمسلم توشيلي التغرد السيس سواء تقرسنت ما تغيرس هذه العصبية يجب أن نترفع عنها الدين رب العالمين هو الدين نطمزة دين بشري دين عالمي يتحدث مع الجنس البشري ختم عطنزة كنوضى في هذا الفخ يعني كنوضى ديس وهو ما وقع فيه بني إسرائيل نحن أبناء الله وأحبه ما تغنك الخصوصية الشرف النغوهان الشرف نصن أيتلي النغوهان أيتلي لا الحق حق والعدل عدل ليجلس رمضان إذن وسيلة يجو هذا الموقف التراجع لأنه فيه مصادمة لقواعد الشرعية بدت تمطط قاع لو كان أيا كانت تمطط لا تكون سبب في أن ولا انتهى تخصصين ومتعيونه في الشر هين انتهى قالتني غيران غثت وسدك مستعدة نفس الشيء لا أكون سبب ومسلي يغلين النش لأنه أكون متسببا في هذا الإثم متعاون فيه تفغنفوس نش سلي غلين لا بدت لأجل أن يكون اسمها في القائمة حتى نستطيع أن ندخل في هذه التحديات ونغير ما أمكن أرى والله أعلم لا حرج في ذلك خاطر قضية اسم يعني قضية اسم والله أعلم هذا ما يمكن أن أقوله في هذه القضية وأسأل الله تعالى أن يغفر لي فيما أخطأت فيه فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إمارو إن شاء الله مباشرة أن نزوى إلى الأسئلة أنك لاحظ إمارو لن يغلب الأسئلة خاتي المنبر خاتي المجال أنجب غفص إمارو مع الأسف الشديد أنا سمحان توت يعني بأسئلة تدعو إلى دعاية سياسية لحزب معين وقائمة معينة من يود لنديس من يود لليديس ما كوني وجه المجال الزاني إن شاء الله كل يعني هيئة سياسية لاصق يعني منبر خاص باش تقدم ديس كل هذه الأشياء وأدق التفاصيل كما لاحظت في تسنت تو تربى داخل الأرصن بالتالي يمكن يقول حد يخسر يشوف السؤال يعني مباشرة تفضل اش رايك نحمل لك الاختصار ثم الاختصار ثم الاختصار خاطر ليس بعد ندير السؤال داني ربما كون السؤال يعني الشيخ خاص وش الحقص عندك منك تسعة ما صعمص مع سؤالي قلنا الملاحظة تضط يعني للشيخ بتا وشاز بن السؤال كم الحق بتا يفو يعني خاتت الوقت يعني الوقت يعني مش كدي جواب ما قرص الحق يعني هذا الفرق دي جواب لكن هذه الأسئلة نبدأ مباشرة في الأسئلة حمولي بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم هل يمكن أن أنسحب من الانتخابات بحجة أنه ليس لي معلومات يقينية
عن كفاءة الشخص الذي انتخب إن أنتخبه هل سأحاسب أم لا؟ نعم الله أعلم. بالنسبة لقضية نحن متعبدون بالظن، يعني ربما هنا في المجال الشرعي هذه الأعمال مبناها الظن الراجح وليس مبناها اليقين، مبناها الظن الراجح وليس اليقين، بمعنى كثير من الأمور يعني كانت تجد في تعبداتنا هي ظنية، كما يقول العلماء الفقه من باب الظنون، يعني تبنى في الظن عندما الله تعالى إن في آية واضحة وصريحة في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات بتين فامتحنوهن، اجتزم التست فامتحنوهن، بعد جملة اعتراضية الله أعلم بإيمانهن، يعني الحقيقة الله أعلم بها، اجتزم التست فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات يقينا أنه ظن فلا ترجعوهن إلى الكفار، يعني حملة المسؤولية مبناها الظن. إذن أقول للأخ الكريم المسألة تبنى على الظن، وتلين مطالب تلين عرض جد اليقين فلان دين أخر اسأل عنه هل هو عدل، من شئت قبل سلوكس، من شئ لم عمدنس تعاملتس دقن حدي لنا دين الجم، يكفي كذلك. ونحن هذا لدينا حتى في مسألة الولاية، الولاية مبناها الظن، هذه اليقين. للولاية أربع طرق: المعاينة تخزرت، النغ الشهرة، النغ عدلان شهدنج، يكفي ذلك. عفوا هذا في أما في البراءة كذلك مبناها الظن، إما ترقب النغ الإقرار استعرف خطر في الولاية والبراءة الإقرار لا شفق رق شكل ذا واحد إما شكل تولي تلج، وإنما في الولاية فيها ثلاث طرق: شهادة عفص اشتهر عدلان شهد لذلك وقيل عدل حتى يكفي. في البراءة أربعة طرق: ترقب أقر استعرف، النغ اشتهر، النغ عدلان، هي كلها ظن يعني إن شاء الله اليقين. إذن فالمسألة مبنية على الظن، وللي الأمر يحتاج تضل يقين حتى أنك توسمت فيه خير من بعد ربما تضر نفج وممكن هذا، لذلك أستوك ضرب العالمين تحاسبت بات قاعدة تجمد. أدعو إلى طريقة أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاستخارة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، قام إليك إن شاء الله تتلفت وجه دباني فاستخير الله تعالى، تصلي ركعتين من غير الفريضة، تدعو بدعاء مأثور بين التحفظات: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإن كنت وأنت فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر حدد انتخاب فلان أو كذا حتى تنصر حضرتي للبلج خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، فإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرف لي عنه واقدر لي الخير حيث كان وارضني أو ورضني في رواية أخرى. إذن سعد لقاء لغرنا توجيه يشانخ الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ربما ولا كان استعملت سوى منك أن تخلص يغلب ننشرع تدفع ربما في بعض الأمور بدون استخارة، وما خاب من استخار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشج الضمانية أن الله عز وجل شي وجهه شي تفوز. إذن هذا أيضا طريقة بتا لم أتوفي ذها حقيقة نوشتوش، فاستخير الله تعالى فاستخير، ولا تحتاج اليقين، لا تحتاج، لأن السؤال إن لست متيقن لا تحتاج اليقين، لأن القضية مبناها على الظن الراجح، يكفي والله أعلم. لم يكن انسحابنا من الميدان السياسي تكاسلا أو تخاذلا، وإنما لكون النتيجة محتومة من قبل لأصحابها، ما رأيكم؟ نعم هذا كذلك رأي وجيه، أن حقيقة في بعض الأحيان تعادت هذا الإشكال، يعني تعادت الأمور لأن تفصل تاني فقه الواقع هو الذي يتحدث، فقه الواقع وشغل شي كلام عام واللي قرر يعني بصفة عامة، لكن لأن العمل السياسي لا ينحصر في مسألة هذا الانتخاب أو ذلك، العمل السياسي أوسع يعني، وللي محصور في هذه الاستحقاقات، ربما السؤال يتوجه أكثر إلى بعض الاستحقاقات محددة، قال دون الدفع فلان فلان، نعم كان سنن إلا الموجود يعني في واقعنا أوراري لانديس، لكن لا يخلو الأمر من الاستفادة. إذن فالكلام نعم وجيه سغدي عاد يديس يا مش سؤال عن انسحاب الانهزام، قال لهم سيتي في من غيب سيونو السياسة عدم وبوء أبا سديش بدي ما نسيس نتكلم عن عجسة بود الضل، هذا الذي تحدث عنه حتى في استحقاق ما يقعد يزدد الظلم خطني الانسحاب النمان سيت على تغيير المنكر، يعني
حضر السياسة الذي ساخدها ميغلب يعني أحيانا كل من غير الشرعية باش جن لفصد مشروع يغير أسند السيادة السند يقعد صورة رضون دون بتتبين ذلك انسحابك يعتبر مساهما. انسحاب لمنس هو معامل سياسي في حد ذلك يعني هو موقف سياسي في حد سواء الانسحاب النشغ الخطايش موضوع قعود تتفغديس والفرز غديس وكل بغد فهم يعني دوق صدرت. أما بتنسحاب مبني على قرار سياسي يعني واعي فهذه مساهمة في الحق وشأن انسحابني هو مساهمة في حد ذاته. وأسأل الله تعالى أن يكون قاعد انسحاب من غير ضم ولا أظنه كذلك. بارك الله بارك الله فيك شيخ. قلت السؤال بس تفديس معلش مش كان في النقطة خطر لأنها نقطة مهمة جدا. جزاكم الله خيرا أستاذنا عن أستاذنا على هذه المداخلة القيمة. تحدثت عن مسألة الانسحاب السلبي للأمة عن الممارسة السياسية وأنا أرى والله أعلم أن المتسبب الأول في ذلك هم الذين يمارسون السياسة وفي حد ذاتهم حيث قدموا لنا مثالا رائعا في التعصب للأحزاب وللأشخاص وكذلك قدموا لنا مثال في الفتن والصراعات الخبيثة والتافهة حتى أنستهم المقصد الحقيقي للتحزب وممارسة السياسة. فبماذا تنصحنا شيخ في هذه القضية جزاكم الله خيرا؟ يشير إلى بعض الفتن والتي توقع صحيح من كان سببا في ذلك يتحمل مسؤوليته لكن وش منا تقديم النصح لا بد أن نقدم النصح ولا بد أن يعني ونجبد قاعدة جبال يعني حقيقة نعم شوه العمل السياسي مين يشوه العمل السياسي خاطر مدني أدلاق نسيس جبد نسيس فقط يعني تسببنا بطريقة غير مباشرة نعم يعني المسألة فيها دور كالواسي ساهم في السياسة نتيس فسدي ويضفت لكن أقول لو كنا من ذي قبل نمارس السياسة الشرعية أصلا النور تعيدين يعني أصلا استشار فرسي ولا نادياس يسفسد دوفتان مدا ولي فهم باللي السياسة هي واجب شرعي خاطر جغد الفرق نتيوية أما شيء حتى في المجال الدين. نعم أقول بالنسبة لقضية يعني المشاركة البيضاء استمان يعني ذيك لورقة بيضاء النار هذه في الحقيقة لا تخدم العدل ولا الحق في شيء على خاطر لا تشاسي واسي ربما ليس فساد مشروعية قال شو دمنش تميد نشارك مقاعد الوقت لا واسي ليشارك في الحقيقة لم يدلي بصوته. فنقول لهؤلاء الأصل أنك تتحرى المسلم طالب بالتحري يعني أو نوج ماضو دو أنه أخره خطر ونوالف يعني التحري المجال واسنوش الصبغة الشرعية كنوش الصبغة الشرعية أن كل بسمنين الله نطمئنه إليه ولا أظن دعاد المسألة منعدمة فتلاش ترقص والأم تبتا شخص قاعد يرجزني إلى هذا الحد يعني نبكي على أنفسنا بتا إلا كل بغفص تحرى والتجا يعني طرف حاجة تمجال وتخطر ولك أنا تحرى قال نشي والدبانية تكلق التاملات ميت كل التاملات لديس يسجل عليك يعني هذا يعتبر شو منش عدد المشاركين هذه تصبح يعني حتى دوليا قال مشاركة اشتينها مدن يغلب شارك انديس صح في الحقيقة وسيولي ولتزكي ذزك على الحقيقة. إذن فنقول لمن يجب أن يشارك ويشارك بشيء فعال صح هذه تتلف حقيقة لش ما نغطر ستوي جيمتك هوني وقتني نعم ربما سين مقاطعتك أولى من أن تشارك خطر المشاركة لديس الإشكال. إذن فطبعا ولقت شغل الحكمة من الدقيق الشرعي ولست مفتيا حتى لا أتجرأ ولكن فقط من باب التوضيح الأصل أنك تتحرى لغاش قدرة من التحري سول وتعدي القضية إلى هذا الحد حد ترقب تسول غفص سول ميتنا سول يعني تحرى في ذلك ما أمكن من تطمئن إليه دوني كفاية بالأمر الجد صار هذا عادي ننتي تلاش حقيقة يضدق الغف نغم مني وتنسي وضند يعني قاع لا علم لنا به واخترني تشاهدين ولا أظن مسألة ترقى إلى هذا الحد لا أظن الله أعلم بالتالي أول حالة في هذه المشكلة الأمة يعني خلاص يعني ولي يمكن الطارو يرجع زنه ولي يمكن حق أنا غرت فيما نعود يعني أن نراجع أنفسنا نراجع أنفسنا من ناحيتين من ناحية لشغرنا غير جاهز من ناحية وسيلة يتقدم أنا أدخل يتغرر السجنة المشكلة يعني ولا أظن يعني نسأل الله تعالى وتعيدك على هذه الحالة فقط أقول للأخ تحرى سرب إن شاء الله التفت بإذن الله التفت وقد ذكرت بمسألة شرعية وهي الاستخارة فليستخير الله تعالى بدت الاستخارة توجهت إلى ورقة وإذا فما شاء الله رب العالمين هو الذي يوجه نعم بالنسبة من عائشة نعم شاركت نعم عملت في الميدان السياسي يعني لما الغصاد بقى يعني في موضوع المرأة في السياسة موجودة وإنما اقتصرت على نماذج يعني امرأة في الأمم السابقة امرأة في الأمة الإسلامية
وثم كذلك بالنسبة للمذهب. أما لديس نماذج كثيرة، ومن عائشة كانت يعني تعمل في السياسة وتف يعني في المجال، ما المشكل موجود طبعا. فالمشكل ليس في ذاتها، ماشي، المسألة ليست حرمة ذاتية المرأة أن تمارس، وإنما قضية تتعلق بالمآل، ما نتظر فقط، يعني النتيجة ما هي فقط، هذا هو يعني الحرمة ليست ذاتية، حرمة باعتبار ما سيكون. إمار والتحدي خصدي سب اللات العزة سب الشموش خط الشي كفري ينتسل ناس بها تسبن ربي، مسألة ليست حرمة ذاتية. كيف يعني مسألة العمل السياسي ربما تتحسن الأوضاع، عادي عاد يكون وضع إسلامي متمكن، هتخضر في البرلمان تيزدان ريح أنت مسلمين، مش عقش مسير تفتمسير لتخدم تشر رئيس لت، يعني لا نستبعد ذلك. حوني واقع أمة إسلامية ننتي للضوابط شرعية يعني التزامات وتليل حالة لك، فالحرمة باعتبار الحالة لك ناضيس ليست ذاتية، والله أعلم. تجربة الإسلاميين، الإسلاميون المعتدلون والمتطرفون، الله أعلم. سؤال كيزوال السياس، وإنما أقول نحن نشينا غرنا رصيد سياس، لغرنا مذهب، لغرنا مجتمع، بالخطي غير هذا المجتمع له خصوصية، مجتمع الميزابي خطي ليس غير مذهب برك، ليس حتى خصوصية الميزابي يعني يجروا جرسا لا لبضية في مناطق أخرى، مصح ليش غرسنا هذا الطرح إلى مغرناش، لغرنا حضارة، لغرنا يعني مجتمع متميز نحافظ السيسي. أما ما يتعلق بالإسلاميين كذا يعني لش غرسنا مبطرات وش غرسنا تجربة غرسنا مجتمع وضعنا في إشكالات كثيرة، مش حنشي لغرنا، وإنما كان نصيب بس نفقد تقديمنا عاد ننبهر بالغير، عاد نخلع يس حد وضعنا، عاد نسيب الهويتنا لقنا لغرنا خصوصية أندو الغرس. أما إن يعني تشرب وضعنا يعني تجربتهم شيء آخر، طبعا لابد إيجابيات سلبيات تتفق في هذا الأمر يعني ذو السعي يغلب، لكن وليق يريق حد يعني بتا يستنتج ربما من هذا السؤال إنسان دينا كان خزر ميد نزوان باسم الدين بتا تجي لا ما أنت الدين المصح، ليس الفرق ذا زعيم شلا غرنا نغ عقيدة لغرنا سياسة، يتميز مذهبنا بأمرين اثنين العقيدة والسياسة، لغرنا ممارسة سياسية ندول إلى طراتنا السياسية تخزر كيف كان علماؤنا وأئمتنا يمارسون السياسة. هل إمام أبو عبيدة إمام ستقاهد يعني كان يجو انقلابات يعني يجو أقام إمامات، هذه سياسة يعني في عمق السياسة، أقام إمامات ثورات جيت نتداني الداني وأقام لي إمامات العدل، شنو قر خلافة قر إمامة تواضعا يعني وتشمر إيمان إلى مستوى تأدبا مع مقام الرسول صلى الله عليه وسلم سماس إمامة، قاموا إمامات وإمام الرسطمية آخر يعني أكبر مثال على ذلك، ولا يوجد في التاريخ ذلك تكونت إمامات لش بعد الخلافة الراشدة وسنت الإمامات الإباضية خلف علش وليوضنت يعني فنقرأ التاريخ ونرى. إذن فمذهبنا مذهب سياسي دول الغرس، ولا نخزر التجارب الأخرى، لنا تنظير لغرنا دي سنذهب إلى يعني تراثنا وإلى تنظيرنا بإذن الله تعالى أن في العلماء رسموا في هذا المسار، والعلماء كذلك مطالبون أن يجتهدوا في هذه الأمور لأن المعطيات ربما تتغير، والله أعلم. السلام عليكم. بارك الله في الأستاذ على هذا الدرس وعلى هذه المحاضرة. أتمنى يعني بعد مني أتوجك محاضرة لأنها تبين هو أساس الخلاف وهو ثمرة الحل، وثمرة الحل يعني وثمرة خلال الحل التس بعد صغر نفسر في هذه القضية، وهي ماذا؟ لكان اسم لي واد ميزاب عمري يعني من بداية عمري لم ينسحب من سيدي ما ميدن ضغطة ديما ميدن قطعان ديما كذا، ولكن الإشكال ديما هو أنه بين مرجعيتنا الإباضية ذلك تساوت بارك الله فيك بين يعني المذهبنا مبني على ما يكنش لا يفصل الدين عن الدولة، هو يحترق يستنبل للدين دين ودولة، ولكن الإشكالين الموجود الحالي هو أننا فقدنا المرجعية، المرجعية اللي أنا غنتوش بيا أغنتأصل تأصيلا شرعيا للموقفين من الأحزاب المختلفة، لأن كل ميدني مارو أجهزو ينتمي لحزب قاع ميدنت كل كني مارو ديج يعني في هاد الأوينة يعني يدعو إلى حزب ويتجيق التعصيل يتجيق النشراء باللي قاع من باب الأمر من باب كذا، ولكن الإشكال سو غياب المرجعية. فمش قارن مثلا وسنغ اثنان إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة، هم العلماء والأمراء، فلا بد من تأصيل شرعي واضح لكل هذه الأحزاب التي موجودة في وادي ميزاب، ولأن بذلك
هي بذلك قد يوقع المعضلة ما شاء الله ربي القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السوء يعني أحزاب يعني متصارعة ومختلفة كل جن يدعو. السؤال هو لابد مش كولا ربما أبني أن يكون هناك لكل من يقول باللي وهذا لابد بالتو ولي يوجد ولمكن أن نفغ من دائرة باللي النبرعة من النبرعة بيننا وبين الله في قضية الأمر والمعروف والنهي عن المنكر لا نبرأ منها أبدا إلا بموقف واضح وصريح من كل من له يعني لكل من تأهل لذلك من العلماء أن يبين موقفا واضحا من مختلف الأحزاب. هل هذا حزب الذي يرضي الله ورسوله ويرضي أم لا يرضي؟ بهذا نكون يعني ننفغ من هذا وتكون الناس على بينة من أمرها وإلا غير ذلك فالله أعلم يعني ما هو مصيرنا. نعم بارك الله فيك. نعم كلام وجيه وهو أنه للأسف في المشينا كانت عاشة حالة مرضية يعني أني لن ذكره الأخ الفاضل حقيقة وما يجب أن يكون. أين المرجعية؟ افتقدناها حقيقة. يعني أشرت إلى ذلك في كلام مثل في الفتوى جمضا حديث بساعة الساعة يعني مجتمع إلا في حيرة من أمره. لكن نسأل الله تعالى أن أغني جبر الدليل يعني كان في حقيقة في تيه. لكن في خضم ذلك هل معنى ذلك لا شيء لا عمل؟ عندني لن أشرت إليه كذلك في كلامي أنه وجد في الأنظمة الفاسدة من كان داخل نظام فاسد ويعمل عمله قومس وخدمس يعني إلا في البلاط لا ينتمي إلى البلاط ليخدم وشغ مثال مؤمن آل فرعون ويعني في البلاط السيولي كلمة الحق وكذا الاقتلاء تحت الإطار امرأة فرعون كذلك كانت تحت الإطار الفاسد اللي تخدم يعني هذا لا يعني إلا يمكن حد أذي وجد الإطار اللي تخدم هذا حتى في الإطار الفاسد يجب أن تخدم هذا يعني تقيت الله تعالى لأن تقوى الله تعالى لا تحتاج إلى بيئة تقوى الله داخل الإنسان أخدم ما يتلي. أما ما دعا إليه الأخ نعم هو ذاك يعني نسأل الله تعالى يريت تعد غنه يعني نعد في هذا المستوى من التحدي يعني مستوى التحديات غنه مرجعيات في المجال الفقهي في المجال يعني السياسي في المجال نسأل الله تعالى من حيث الهيكلة موجود يعني عد صراحة على غنه هيكلة مزور نرجين لكن للأسف كانت عاشة حالة مرضية ربما روسية وعريضة لكن الواقع أتنيني مؤسستنا لانت مريضة ولا نسعى إلى زيادة المرض فيها وإنما ندعو إلى تمريضها يعني علاجها وتحسينها وكذا. فنسأل الله تعالى نتعاون بالدعاء والنصح ومن الحالة لغنى مرجعيتنا يعني تلات أضعاف كذا خطر السوسة ديما دولغي الأسباب أين كنا من انتم نجواد الضر خلاص يعني التسعة أخرج التسعة يعني تنجم أنبتو لا أقول تنجم صح ربما دي صعب لكن لا نفقد الأمل أما ما يدعو إليه الأخ ويعني الحالة المفروض التي نكون عليه لكن لا يعني ذلك تخلص نسترسي عن النجبد لأن المنكر لا يتكمل المنكر لا يتجور لذلك نقول لا تقف ما ليس لك به علم حد بيك الموقف يدي سؤول تمسك يدي سؤول ويدي جور على ضوء فيعطى له يعني الحكم الشرعي ده كالجور رأيت أدي سهل رب العالمين أن تكون لدينا مؤسسات يعني في مستوى التحديات يعني تكون مرجعية لنا وهذا يعني في الحقيقة أمل وما ذلك على الله بعزيز الله تعالى أن يحققه ونعم صائب لكن فقط أستدرك وأقول هذا لا يعني أن ريح طامور سجمة توجد المرجعية أيوة سجمة ضباط للجور المنكر الجور المنعي فنكون قد ساهمنا بطريقة غير مباشرة والله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ. أغير سنية الأسئلة شنو سرد عمار بدحمه لك من فضلكم ألا ترون أن أغلب من يرفض هذه المناصب هو ضعف الأجرة وهل يوجد حل لتعاون تجار والآخرين من تدعيمهم ماليا وهم بدورهم يساعدون التجار في أمورهم الإدارية؟ سؤال فيلس نقل معاس. كيف نجد في القوائم الانتخابية الحرفيين تجار مهندسين آخرين وغياب أهل الشرع؟ تفضل. نعم في الحقيقة هذا السؤال يعني يرتبط بقضية عدم اهتمامنا ب السمغ التمكين لدين الله تعالى أفضل هذا المصطلح الذين إن مكناهم في الأرض. نعم التفت للأسف خطر لكن أمة مريضة
ربما غرناهم بعض لن في جبهات يعني يجاهدون ويكافحون لن مضرورين ولذلك ما على بالوش بها لا توجه إليهم المساعدات وربما حتى الزكاة يعني هناك تنظير لابد يعني لابد دي عبديس بصح جيت ليتاغذيني ليتر ودي يعني ليتر لبلا في ميدا ديك النشرة ليتوي اسند الخير ديك النشرة انت ليحرك ولذلك ما على بالوش هذا ليس من الدين في شيء وعاء سبيل الله رب العالمين يذكر التعاون يذكر رب العالمين الأصل ولاية المؤمن للمؤمن ما يتلا هذا يدل خضر لكنا في مستوى الوعي لأن حتى موظفين هو بالمجال السياسي اللي يخدم كل مجال ينفع ديز الأمة المفروض أدبت نميت نتفرس لأنه اللي يخدم تلا ينفع تن فللأسف ولكن الأمور ولكن أنا متفكر ديز يعني العمل المؤسساتي لشغلنا يعني حتى الفتوى تدول الفتوى يعني تسمى فتوى الميضاء فتوى فردية إن شاء الله فتوى مؤسسات يعني نرقب نتنظر إلى المجتمع نتش أحكام تتعلق بالمؤسسات والوظائف والمهام نفتي الشخص فلان فرق فلان تفلت أنا من فرد هذا يعني يدل على أن المستوى السلي وطى وهذه يعني قضية لها أصولها يعني شيء جبدني نعزاما من مجال الحكم كذا يدل العلم من سن علم مجرد علم فردي ليس واقعي خطر تحديات كبيرة إذن فنعم للأسف كان تعاشك الحال كان خزر يعني ربما مناصب مفروض أن نوجه هذا اسمي ندوجه أن نبدد فرنسا نعاون تن خطر نخدم الأمة شيء ليش دجتنا مني وربطش أنا مردتش وخلاص كانت قابلت لأن لسنا في مستوى التحت لا يتكافح إلا يتجابه الوقت لدي زوادي خدمة دي قابلة يتليس أغاني فس لكن لا يتكافح جوني تسير رب العالمين المجتمع على بالوش به إذن في الحقيقة حالة مرضية نحتاج أن نعالج أمان دني نغل مؤسسات نحتاج أنت إلى هذا أتفكرت بسي في هذا المجال أتفكرت خططت فتكرت وجد للسات هذا قصد إغلاج شراش مبادرات فردية نغدس أنت ردت فعل دي ما أنت عاشها ردت الفعل هدي فاشرها يوفكر ديس هم هو سيق قبلك توجد لك تخطط هني مارو كانت عاشها كتل مشكلة كتل منش يعني هم هو سيق قبل إشارة وجد نسيق وكانت خططا بتا الأمور الفن دلفة الأمور لاباني ما نقض عن أين نحن نخطط لأننا أمة يخطط لها من لم يخطط هذه في المخطط محدودة يخصنه لغيره هذه سنة الله تعالى في الكون إذن فنسأل الله تعالى الذي يجبر أدلينا نعاد في مستوى التحديات أما السياسة لا تزور هناك أمور أخرى يعني تونا تزور إمارو فكرت إمارو بعد ما توكل كل الصندوق فقد النتائج خلاص تفكري بسيون خالد السد يعني تحديات ونتحمل مسؤولية بين الله تعالى خطر لغرنا نموذج الدين الصحيح لغرنا مطالبون أن ندعو ونمكن وندعو الناس إليه فمسؤولية لغفنا ويغلب أيها الإخوة الأكارم والمسألة ليست منحصرة في الأحزاب والسياسات مسألة أكثر وأبعد من هذا أبعد من هذا هناك تحديات كبيرة وقد أشرت يعني في كلامي إلى بعض نغلي بونك كان شورطنت مراكز حساسة مهمة كان نصيب أسنت إذن إشارة يعني والحديث قياسا ما يستطيع الله هل يعني أن العمل السياسي وخاصة المنتخبين في الولاية والبلدية لهم أجور زهيدة جدا هل يقدرون أو يعتبرون أنهم من أولو الزكاة أي مستحقي الزكاة حسب ما فهمت من السؤال قضية الزكاة تحتاج إلى ربما بسط كبير الله عز وجل تحدث في موضوع الزكاة وحدد أصنافا ثمانية في سورة التوبة ديس وسيتوشا يصلح حالة ضعفه يعني الشخص ديس وسيتوشا خطي توشا الشخص توشا الوعاء النية يعني الخدمة النية يذكر رب العالمين صفات شخصية فقراء المساكين العاملين عليها هذا وعاء في سبيل الله وعاء يعني خطيت الشخص الغارمين خطيت الشخص توشيين جهتني صارت ترقب الديس في وعاء لي للشخص يعني الموضوع ربما أوسع من هذا المسألة تحتاج إلى العاملين عليها يتوشي خد من ديك الخدمة ربما ولي يحتاج خطر لك يتبيت سخدها مثلك يتشغلت يزود يجروا يجمع الزكاة الجوبات خطي فقير مسكين فقير مسكين وتذكر تذكر يا لعب تكره وكان قضية الاحتياج فقراء المساكين تقدر على يتدانية واضح الليث يعني إنما الصدقات والفقراء المساكين تكفاية خلاص خاطي لديس أمور تتعلق باستراتيجيات الدولة في سبيل الله العاملين عليها المؤلفة قلوبهم يعني لديس أمور تحتاج إلى
صار أنا عاد إن شاء الله نخطط أنا هذا وقت إن شاء الله يشري وبعد عاد صندوق زكاة موحد لهذه الأمة وكذا. نسأل الله تعالى أن يوفق إلى هذا ولا أعطي حكما يعني أقول دائما ولا أبشر الحكم داني ولست أهلا لذلك أمر يحتاج إلى دراسة لكن يلزم الأمور تدرس بعمق يعني حق قد نشر السياء كان ناظر يغلب ناظر لابن النفاق وتوجه أموالنا زكاتنا تبرعاتنا وأوقافنا يلزم توجها إلى ما يتعلق بالأمة تعلق بالأمة حتى فقهنا وفتاوانا الدفع بالسكاس الميضاء أطلز وإلى ما يتعلق بالمؤسسات وما يتعلق بالأمة كأمة يعني إن شاء الله نسأل الله تعالى إلا يقيد ذلك رجالا ومؤسسات وما ذلك على الله بعزيز. السؤال رب شعف دجل المدخل الله يجزك. السلام عليكم الشيخ. ناتش ربي كيف نجري تسمى مارو جار ربي سبحانه وإنا نغي تمتو تتقيم تسمى وقرنا في بيوتي كنا أما تذتنا نغي بتقن سؤال تسول من وراء حجاب أما الحديث نرى صلى الله عليه وسلم صوت المرأة عورة مارو لا تسمى تولي البر تسمى دولة إسلامية وكلش تسمى كيف نجري جارسنا مارو دانا نعم ربما ليت بسك تكرت وكنت كملت تلاديس الجواب لا لا إشكال يعني هذه نكتة فقط يعني. رب العالمين نعم وقرنا في بيوت كنا كأصل المرأة خلقت لوظيفة تكوينية هي أن تصنع الإنسان سيت بداية البنادم ماني توخلق توخلق الرحيم تترعاه الدفة كيف كيف الصوت تتربط من بعد تعتقب لتربط من بعد تزوج لعد الزوج. المرأة خلقت في دورها التكويني لصناعة الإنسان والتوسي تنطط بها تخدم طيارة نغلكار وني ورجز وهذا موضوع آخر يعني نسأل الله تعالى أن ييسر فيه كلامه. الدقن ليتنا وقرنا في بيوتي كنا بالتبعدس ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هل يعني قيمة الداروم والتبرج الداروم؟ لا الكلام ديس تقدير وقرنا في بيوتكن هو الأصل وإذا خرجتن فلا تبرجن تبرج الجاهلية ولا يعني والتبرجت الداروم لا خاتي لديس يعني الأصل تدرت الأصل تدرت تمطط وخلقي تدرت لصناعة الإنسان وهو أعظم عمل لا يقدر وإلا ما يشخر التقدير مادي لبنادم يقدع الله بي تمطط تتخدمني لو تخدم ولا تحد تتخدم أشفانتك أعمال متعددة تتخدم تقابل الزوج تقابل راس تقابل ديكني شهرات العجب وتنج مسجد شهريه ليش شي خاطر تخوي من غمات دين سوا استمن سوا يعد سبعه منش تنتج تتخدم للبنادم دني طنط وصغت اللي تدار عمل لا يقدر بثمن هذا الاصل بصح حتى المجتمع يحتاج شو مني فلا تبرجنا تبرج الجاهليه في كلام القول حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تطنط حتى يعني كدول في قضيه تبعت في القران الكريم وداني لن توزعك من المدينه من بين الشرارات اللي شعلت فوت تمطط زنوزو يقنو داي تبلت تشعلت فوتي وسقط من الرسول صلى الله عليه وسلم يكلي تنغلة يعني تمطط تاجر وفي بناتي شعيب الله عز وجل يشان قصة في القرآن الكريم موسى عليه السلام وجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما سيو المعاس انتحر معورة لاش خاطي خاطي ديما اللي عدت بالبشك خاطي يعني فقط تتبع له بتا يعني تسمح بتا والدي سبسين والقصيدة نعم تسمح إذن فإنيس ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابون شيخ أول وقعد حرام العور ليش خط ثم جاءت وحدة وما تمشي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك أكثر من ذلك يا أبا تستأجر ذني بن علماء حتى أنها التخير وغد لقى لمن استفاد أنها رأي غرصتها طط تنجمة تحدد وغد لق يا أبا تستأجر هنا خير من استأجرت القوي الآمن وسيني بابا الصغط شمطة طط تسند بتغط تسند أنها بك دي قنشرة يفهم تدخل أش تسمى شاي كتيسي يعني لدي دلائل كثيرة فيها هم أنبياء ونيدنبي ونيدنبي شعيب وموسى عليه السلام تحدد من وغد لق تشو حكم صائب إن خير من استأجرت القوي الآمن الصدق الأمانة والقدرة قوة كذلك ونشن في مثل هذه المعتركات يزم وغد لقل في هذا أما قضية الكلام خطيئة عبر صوت المرأة الله عز وجل لنا وقلنا قولا معروفا ولا تخضعنا بالقول أولا دي عاد معروف ليش دي ساق جامد ليش دي سكين شرعي لأن لا يجوز قول معروف ولا تخضعنا ليش دي سزينت والسبهة والنم والفتنسيس واضح في الكلام فيه تقنين للموضوع وللطريقة الموضوع قول معروف ولا تخضعنا ولتعيد دي أزوق إذن فصوت المرأة ليس بعورة
صوت المرأة في ذاته ليس بعورة. إذن هذا بالنسبة لي قضية الحجاب واضحة تكون يعني مسألة لها ضوابط طبعاً. اضطر الأمر إلى أن تكون مرأة في ميدان من ميادين الرجال ليس ضوابط لي مني دشوف لي سيبر هذه ضوابط تحدن، لأن المرأة الأصل تدرت أخذ مس أن تصنع الرجل تصنع الإنسان عند يعني دور تكويني بت فيه ضرورة طبعاً تقنن لما تنيد يعني تضحرم تفرن تضحرم تسيول خاطي. المسألة ليست في هذا، لكن تسلم يعني ربما إلا أن تزدن ربما واللي أنت فغندم صح إشكالات موجودة لخطر الإشكال اللي قضيتني الإشكال إلا في أمور أخرى ضوابط أخرى يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صارت توسن باللي حقيقة خاطيها لا تحدث تقرب المشكلة لما بدأت تمطر. لذلك الزانية والزاني زال لابد من تكوين المرأة تسيل إشكالاتها كانت تطاد إسم تمطط تغمض ضغمين أكون جاج ناقص أصبحت مارو بارابول أصبحت البورتابل أما سنحو لي تجر رئيس خاطر جاج لاش شين الإشكال ونخدم جاج نكلي الغرفة صبرك صح الجاج مارو لا تدفن دي بسين الترافير سنين البلافويني الترافير سنين حولي بورتابل تجني تخص البارابول يجوانيها خاطر نغلط الاستراتيجي المفروض أن تكون تعب جاجز تعاد السن بتد حية من داخل ذلك أدنى أن يعرفنا طبعا بلغت عمه سواء يعني عن مشكل في قضية تكوين المرأة تكوين زمجاز تقنع سدينس استوعبت ذا وحدي تسمت لتتجه خاطي تغمى ضغمي بعد ما تولي للتل الترقبات أستل في الرابعة تصبح ذيك نشرة وديد من عخلة خاطر جاج وكلي معبي. إذن فصوت المرأة ليس عورة في حد ذاته وإنما مطلوبة أن لا تخضع فيه وأن تقول قولا معروفا ضوابطه الأصل هو المكوت في البيت بل تضطرت بضوابط فقط هموني. والمسألة طبعا تحتاج إلى تفاصيل فقط من باب يعني المسألة لا تصادم فيها والواقع يشهد خزر باللي تزنن في السيرة النبوية وفي القرآن الكريم تذكرت ولا إشكال في ذلك حتى أن تدلي بشهادتها فإن لم يكون رجلين هتسي ولا ليش طبعا هتسي بل توسند ملايين حتى الموضوع بسيدة وسع في قضية المرأة. إذن فنكتفي بهذا والله بارك الله فيك شيخ المعتقدة بصحة يتسمح منك جغر رأيه وكذلك من نقصني السؤال إيقن كتابي دقن شافة يحمق وعشرة بإذن الله قم ظلت أربع نفت سنة ماذا بنا نتقيت في الحقة بصحة السيد سنطول الله يطلب أستحق الله إيقن السؤال سوش غيب أحمد أربط قل سؤال لم المهم تعلق على تقديم الأخ عند بحمد وفقا لجريدة الرسمية رقم 1 الصادرة بتاريخ 14 يناير إذا فاز شخصان أو المادة تتقر إذا فاز شخصان من قائمة واحدة فيفوز بالضرورة رجل وامرأة ومن جهة أخرى القائمتين الأخيرتين في الترتيب تصعد امرأة متى تعلق شمولك فما يخص هذه النقطة جريدة رسمية لداني مؤرخة في 20/1433 14 يناير سنة 2012 قبل الدولة بس اللي قصوا اللي قد عن طورو قال يعني هامي اللي قايو يمارو يعني شغل حال إزواء وسيلة إزواء نفوت لإزواء كذا كذا شي حقيقة يعني في إطار داخلي نيجور يعني المسار قبل كذلك ماشي نغي تون دميا القرار نرقب يعني لتعميم الفائده باش كنعاد لهم واضحين نضموا او نلقاو يمارو قضيه يعني السؤال الماده 88 من قانون القريه يتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمه سوفون ترتيب اللي في كل قائمه انظر الى الاضافه يرنين قانون عضوي رقم 12/03 يحدد كيفيه توسيع حضور تمثيل المراه في المجالس المنتخبه شين حقتنا اللي غير نصافي البرينسيب بلي تمطط التيلي الشجعي فاضي كنور رامون باش كنكون واضحين كنور رامون ياموني والخساد كيما نشاهدنا ما على جال اموني مو اموني تمسيتو شانا النيجر وانتشيت مسني ان بدمن الى كانوا وني قاعده للاسلام لهم تتمزل فيتسنت يعني القانون الى ذاني واضح كمل يعني للاستفسار خاطر نسلم اموني مع مدير التنظيم زوان ريح معاه نستفسر في هذه القضيه الا يعني ان الروا دا زعيم ماشي الفديك نشرح خلاف غرنا كنوي والخلاف هذه قيم القانون الا واضح يصدر القانون العضوي الاتي نصه بون الماده الاولى ومن الماده الثانيه
يجب أن لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة أدناه بعدد بحسب عدد المقاعد المتنفس عليها. انتخابات المجلس الشعبي الوطني 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد، 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 5 مقاعد. صافي شنو غنظن 5 مقاعد اسماء النسبة تتعد 30%. انظر المادة 3 توني مادة مهمة، توزع عدد المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، كل قائمة على حسب المعامل بان والغصاد كيفاش تبين المعامل، عدد من صوت نقل، عدد المنتخبين أتقسم في عدد المقاعد أتفق المعامل، المعامل ونغط السعود المعاملين غرس المقاعد، ونغط السعود المعاملين الدوب المعاملين غرس المقاعد، ومن بعد ما يتقيم ما يملي شيتني ونغط الشيت تتزعلو في تقاع وجار أسكمل المقاعد مغي يقل حد يحاول ولا السعود المقاعد يقل يقرب هذا يعود اسمه دي عادة تسمى الشيت هذا عاد غرسين زايد غلوبت هذا عاد غرس المقاعد. فيما يخص المعامل توزع عدد المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة زوج 30% تخصص وجوبا للمترشحات حتى حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة. يسمى ميت يعود النسبة 30% عدنا تسدنا تالينتد عدنا تسدنا بنسبة 30% عدنا تسدنا حسب ترتيب السنت إلى كده يعني إلى كده ترتبت نت أنش نداني غرنق في السماني في ولاية غردايا بشكل عام مرة واضحين 5 المترشحين أساسيين 3 إضافيين، 5 أساسيين مع سنك تنطط 3 إضافيين مع سنك تنطط في حالة ما إذا يولي قلنا ديال درجز في حالة ما إذا يولي فايت سنة ديال درجز مي يولي فايت 3 وجوبا من نفس القائمة مي يولي فايت 3 وجوبا يعني التالي تنطط واسمها التالي تنطط نيلا كي تجي الأساسيين الدنيا التالي وهو يعني التالي مثلا يتخلف حسب وتخصص نسب المحددة في المادة زوج على وجوبا للمترشحات حسب ترتيب اسمائنا في القوائم الفائزة. القوائم الفائزة متى يعود نسبة ممكن شين عندي بيان لكي نشاهداني بيزارة نزوى لماني لان غرس ربعين مقعد أدنرقى ماني غرس 32 مقعد أدنرقى غرس 40% اسمها لانت مثلا ننش يعني مثال لقل حزب دازع لك الانتخابات يزون في الجزائر العاصمة يوي 9 المقاعد 40% تسعى المقاعد تقريبا ضربة عن تسدنا شيء تقريبا أجن الله ليس التالي تسدنا نشني داني غنغ العدد ضبزان سومني 1% لاش غزو تنجمة 30% يقل تنجمة 30% سنة تنجمة 30% متر وثلاثة تنجمة 30% نعم ايه تقيت لا توني وتخصى اوضح عدكم نغ المادة 6 يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي في حالة ما إذا يولي درجز يدي ميسيونا مثلا تولي يعني طامطوط يولي أرجز من بعدها سيموت ونقي في ثلاثة تالي طامطوط ونين يعني المستخلف هذه عاد من نفس الجنس بتا يعني يولي درجز هذه قيم درجز تستخلف درجز بتا تولي طامطوط تتقيم طامطوط تستخلف طامطوط أنا غزالي قلنا كتل مادة يعني التيني وعاد خزم اسمه العوج مانيزوا يمكن يمكن الأحزاب السياسية أن تستفيد من مساعدة مالية خاصة من مساعدة مالية خاصة من الدولة هامي بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجلس الشعبي البلدي والولائية وفي البرلمان. يعني ونغرس يزدنا نجار أتنجمن يعني يسوشن لعنة وجار شغل يتقنوا عنه شجر بشكل تالي طامطوط نشي لكان تقيد لكان سي ولكان تقيد سواء قانون لا واضح نكمل يعني الجهات الرسمية أني نسول أني نسفسو إلا واضح الشيء الفدي قنش على خلاف مالك ولاد حد ولا صديق كيما جانا ما على جال على جال السماء قنشران ندوي لازم نسن توضيح الموضوع كان بدا كل حد يخصن انت يرغب الا دي سيتام توت تيجتم زرت نوت فيتسنت الحالتني تولت ولي تعتبر مثلا انت غردي داني يقل حزب انك لا ليس الحرب يخص يرغب النيت الا دي سيتام توت تيجتم زرت التالي وجود المشكل بصح حسب القانون لازم الطول ثلث يعني ديس الاختيار ذن السلام عليكم نشكر الأستاذ على هذه المحاضرة القيمة غير سؤال ذو شقين الشق الأول هل يجوز لك أن نشتغل تحت غطاء كل حزب ربما اسمه باب سكان داس دي بحد في الحزب خاصه كان قبلنا احزاب متعدده ثاني اسمه تتبنى افكار هذه الافكار منافيه للشرع منافيه للدين
اسمه تبنى اسمه بدعوة إلى كيران شيء اسمه شغل نشتغ سياسيا اسمه مش الدواء خصيص الشرعية اسمه الممارس السياسة. والشق الثاني هل البروباغاند اسمه الدعاية يجوز لي إلى كيران تسيولة اسمه في اسمه مش تسيولة غمان وكتسيولة في حد وضعن اسمه ربما اسمه تسوطير من خيمته هل يعتبر اسم غيبة اسم من غيبة والنميمة وهذه العرض نغلى نغلى. السلام عليكم بارك الله. مهم بارك الله فيك. نعم بالنسبة طبعا دائما المسلم بين أصبع عينيه رضا الله سبحانه وتعالى عند الهمس عند الهدف وهو غايته الأساسية رضا ربي سبحانه وتعالى. طبعا للوسائل حكم المقاصد هذه قاعدة فقهية للوسائل حكم المقاصد مثل ما يكون المقصد شرعي سامي يجب أن تكون الوسيلة مقصدا شرعيا ساميا. بدأ يقن الإطار إلا ضد الدين يحطم الدين يتعرقل الدين وسيلة مسلم طبعا أن يكون عونا فيه هذا واضح يعني لا إشكال فيها لا بد هذا يعني يمكن يقن هذية في حزب أقصد حزب المصطلح القرآني حزب غير حزب الله تعالى إذن بتلك الإطار لأن يضر بالدين وسيليك نحدد بالدين يعني مسلم أدق من الإسقاط ده ندس الإشكال وهو المسألة تتعلق بفقه الواقع الإسقاط هل ووني نغو نغو تاني لابد الإنسان يتحرى أما كقاعدة وسيليك نحدد في كل إطار لأن ضد دين رب العالمين. أما شيء تلال بانكا تكشر لأن يحارب الله عز وجل فاذنوا بحرب من الله ورسوله بالضرب يتحارب يتخاطئ يتحارب نبلا أن تفديس أن نخدم ديس واضح يعني نفس الشيء في المجال السياسي بالتأجيل الإطار ضد الدين رب العالمين ولا اسم إسلامي أنت ضد الدين إنه اسم وطني أنت ضد الدين إنه اسم ليس هذا ولا ذاك ضد الدين وسليم مسلم هذه بدي الدقم الإسقاط خاطئ قال دون نغدودو مسألة تحتاج لفقه واقع ولا أتجرأ إلى غضينا الحزبون الحزبون وأعطي القاعدة الحكم واضح إن شاء الله. أما بالنسبة لقضية يعني التحدث عن آخر طرف الآخر هنا طبعا إذا كان هناك تحدث فليكون فيما يتعلق بما له علاقة بالقضية. الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الغيبة يشان ضوابط فيها اذكروا الفاسق بما فيه كي يعلمه الناس يشان لي الواجد ظلم مما يسقطهن الذي تراسوا يتلمدا في الدين كذا العرض الصديح الذي تسي والديس اذكروا الفاسقة بما فيه كذلك في النصح مستثنيات الغيبة بالنصح يمكن حد يسدش يطلب النصح تشنغوش يطلب حتى تنصحه السين دونية وديش نصحه هو ومصحة السي ولد فيما يتعلق بمجالك إذا تنصح ديس. ثم مع مراعاة القصد فتدل قصدك هل قصدك تقل حساب غرش معاز أن قصدك حقيقة هو النصح وكذلك في الشكوى في القضاء في كذيس يعني استثناء إذن صغات السيولة غادي نغوني يا ودي أو ننصحها غير والتامس شتود بالتاديس أكيم غير تصدرتم لأخرتهم بالتدخل هذا ليس بغيبة بس حبت تاديس ذيك القصد خلاف أن كغرن غديس أيني الأشخاص العلاقة تقع مع الموضوع ذن يديت فيه موضوع في المعصية إذن فيجب تقول الله وقول قولا سديدا أيني لن يتعلق بالموضوع والنصح يقتضي ذلك بتيجن حد السنغ باللي دوش كي مولي تليقي مد لان غرن سيمان نسن يلزم غفية السيولة وقتني تطر في حالة الخذلان عدم النصح النصح واجب علي تقدم النصح يعني الأمر بين طرفين ولتعيدي قال السنغ بالتالي السنغ ضد ضرورية لش والسيولة غنغ الورع البارد لش يعود السنغ يزمات السيولة لابد بصح عم بينها السيولة السوى الغمن والقصد هو النصح سعيدي قال أغراض أخرى فقط يعني هذه الضوابط أدفر من إشكالية الغيبة والله أعلم. بارك الله فيك الشيخ جزاك الله خيرا يعني سوى المدخلة القيمة والمحاضرة القيمة في هذا الموضوع إلا أن ذكر الموضوع حقا إلا أن يخصان ونشني كمجتمع مش نعتبره في بعض المستويات أنه ذكر طاب وذكر شوالي ممكن نسيول ديس يتواجل ميدا يعني كل حد على حسب الأهواء والنزوات كل حد يفتر ماشي يخص حد يقرأ السياسة دلوسق حد نجازت حاجة المقام يعني كل حد ماشي يسوى الحمد لله يعني الشيخ وشان رؤية مبسطة جدا في الموضوع ولو أنه كان كل من ساعتين 3 ساعة 4 ساعة كان صنع الربط غنبي
ان شاء الله المجال مفتوح الشيخ بارك الله فيه كان ندعو على بالي قنواس خلف ان شاء الله اكيد الا ادي لبا دعوت ان شاء الله ربما ان نلاقيك المناسبة تخلف بارك الله فيكم الله يجزاكم ان شاء الله احمد الدعاء يا شيخ يعني ربما كذلك كلمه استدراكيه فقط اني جالك رب العالمين ولا ولا حزب ولا جاك دعايتي كنح شخصيا لا انتمي الى اي حزب ولكن كلمه لان رب العالمين الشيطان اختلناها واجب لازم اتنيناتني فقط يعني ولي أدعو إلى حزب وإلى إلى أي شخص يعني توفهم بلك قرى فوطت فلان نغص فلان نغ الحزب ونغ الحزب أبدا والله بعيد عن كل هذا صدقونا يا الإخوة لكن جارك رب العالمين أقول كلمة فليتق الله كل إنسان سغادي لي قدمي ما نسنغي قدمي كنحن فقط هذا ما أدعو إليه وأدعو إلى الموضوع تنتبي يعني سجل إهمال تنبي بجدية وبخلفية إيمانية دينية فقط هذا ما أدعو إليه أما الدعاية يقن حد نايتو فهم بالك يعني أدعو يقن حد أبدا مع احترامي للجميع وليمكن يعني أن أمارس هذا العمل فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا لنحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا أرحم الراحمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين